عملية أمنية نفذتها وحدة الجيش الوطني أسفرت عن القضاء على خلية إرهابية كانت موجودة في مدينة سبها. 6 ساعات حسمت فيها الوحدة العسكرية بالكتيبتين 116 و160 مشاة معركة حي عبد الكافي في مدينة سبها، الذي كانت عناصر الخلية المنتمية لتنظيم داعش تتخذ منه ملاذا لها. القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت أن حصيلة قتل العملية الأمنية المنفذة ضد الخلية الإرهابية هي 7 أشخاص، من بينهم 3 سعوديين، أحدهم انتحاري قام بتفجير نفسه، ومصري وآخر وجدت بحوزته أوراق هوية أسترالية، و2 ليبيين. كما اعتقلت الوحدة العسكرية 2 امرأة، إحداهن ليبية والأخرى مصرية الجنسية، تجرى التحقيقات معهن في الوقت الحالي. وأضافت القيادة العامة أن الخلية الإرهابية استهدفت الوحدة العسكرية بأكثر من 32 قنبلة يدوية، وبعد تحويطها بشكل كامل لجأت إلى استخدام الألغام المتفجرة والأساليب الانتحارية، بالإضافة لكونها مجهزة تجهيزا عسكريا متطورا، الأمر الذي يشير إلى احتمالية أن تكون هذه العناصر المتطرفة ضمن المرتزقة الإرهابيين التي ترسلهم تركيا إلى طرابلس بشكل متواصل منذ نهاية العام الماضي.